Hello, my dear students. Today we will have a new lesson. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، اليوم راح يكون طبعا وياكم ست نادية. اليوم راح يكون درسنا هو عن نماذج أسئلة، مجموعة نماذج أسئلة. النموذج الأول اللي هو odd one out، يعني شنو؟ يعني استخرج الغريب. ممكن أن يأتي هذا السؤال بالامتحان، أنه عندك أربع كلمات، ثلاثة ينتمون لنفس الفئة لكن واحدة تكون غريبة. مثلا هنا نحل هذه النقطة الأولى، search press pink scroll up. تشوفون أكو ثلاث كلمات هم ينتمون لنفس الشيء، كلهم لنفس الشيء ينتمون ما عدا pink لون، فهو هذا الغريب. كيف يتم الحل؟ أنه تكتب رقم السؤال إذا كان سؤال أو فرع، ورقم النقطة والكلمة الغريبة تكتبها بالدفتر. 2 denim ice cream cotton wool. تشوف ثلاثة ينتمون لنفس الفئة، ثلاثة أنواع من الأقمشة لكن الآيس كريم هو الآيس كريم، فإذا هذه الغريبة. عندي number 3 usually always often where. usually always often هم كلهم ظروف تكرار ما عدا where هو فعل. on in the at ثلاثة هم حروف جر لكن the تختلف. 5 a cold cousin a rash a cough. ثلاثة أنواع أمراض و cousin هو ابن العم أو ابن الخال هو المختلف، فإذا نكتب cousin. النوع الآخر من الأسئلة اللي هو fill in the blanks with the missing words. هذا دائما يأتي بالامتحانات. عندنا هنا مثلا class classes، يعني شنو المطلوب؟ يعني هنا انطاني هذا المثال محلول يعلمني انه انا كيف احل الباقي، معناته جمع. اذا tooth جمعها teeth، جمع شاذ وليس قياسي، غير قياسي. easy hard، وحدة عكس الثانية، يعني المطلوب مني شنو؟ opposite العكس. اذا friendly هنا أنا مجرد تخلي انا friendly، ودود غير ودود. is not تصير isn't، يعني شنو سوى؟ يعني اختصر. does not تصير doesn't. I myself أنا نفسي. you yourself نفسك. باسم boy. هبة باسم هو ولد، هبة شنو؟ girl بنت. second هنا مكتوب المختصر to وandy. إذا fifth شو يريد من عندي؟ يريد أيضا المختصر مالتها اللي هي F T H. النوع الآخر من الأسئلة اللي هو choose the correct answer، اختر الجواب الصحيح بين الأقواس. هذه طبعا قواعد. they بين قوسين عندي gets up get up at 7 o'clock. عندي هنا جمع، مدام جمع الفعل ما ياخذ S، إذا اختار get up. عندي هنا do does she work on Sunday. مدام عندي الفاعل she إذا does، does she work on Sunday. 3 I get up بين قوسين at on 5:30، مع الوقت استخدم at. 4 what where time do you go to school. What time do you go to school؟ إذن مع الوقت أستخدم what. 5 I بين قوسين has have lunch at 1:15. مدام I يعني أنا أكيد راح يجي وياها الفعل have وليس has، لأن has يأتي مع الشي والهي والإت. أوكي هنا أنا أيضا عندي خيارات أختار الكلمة الصحيحة. you should clean cleaning the floor first. أكيد راح يكون clean لأنه ماكو أي شيء يدل أنه لازم أخذ ال ing فأخذ clean. 2 we are always going to buy a present. مدام we يعني تأخذ ال r الجمع بس هنا أنا مختصر فراح تكون we are. 3 she made make two cards yesterday. مدام عندي yesterday
يعني صيغة الفعل ماضي فأخذ made. For I want بين قوسين to be a teacher. فأكيد راح تكون to be. I want to be a teacher. Five. The supermarket it is فراغ to the هنا عندي opposite وعندي between. أكيد راح أخذ opposite. ما عندي شيئين. لو أكو شيئين بنايتين محلين أخذ between يعني بين. لكن opposite في الجهة المعاكسة يعني السوبر ماركت هو في الجهة المعاكسة للريستورانت. عندي هنا WH question. WH question شنو مثلا؟ هذه أدوات الاستفهام معناها وشون تجي بالامتحان. الوات معنى للأشياء، السؤال عن الأشياء. الهو للسؤال عن الأشخاص. الوير للسؤال عن المكان. وين عن الزمن. واي السبب. هاو ماني العدد. هاو ماتش الكمية. هاو عن الحال. هوز طبعا للتملك. ويتش الاختيار يعني ويتش وان مثلا أيهم أي واحدة. نشوف شلون تجيب الامتحان. هنا عندي أسئلة. فراغ طبعا هذا يكون time do you wake up. عندنا what where. نسأل عن الوقت إذا نستخدم what. عندي هنا number 3 فراغ where you yesterday. هنا السؤال عن المكان أكيد راح أستخدم where. where were you. 4 هنا فراغ the exam starts يعني متى بدأ الامتحان. when the exam starts يعني أسأل عن الوقت أكيد راح أستخدم when. عن السبب هنا شوفون فراغ is it called a mouse. أسأل هنا سبب يريد سبب. إذن why لماذا سميت ماوس الماوس مالت الكمبيوتر لماذا سميت ماوس. هنا النقطة السادسة فراغ pupils in your class. عندي how much و how many. عن العدد يسأل أكيد راح أستخدم how many. how many pupils in your class. هنا عندي money do you need يعني هنا السؤال عن كمية صحيح عن النقود لكن عن الكمية. فراح أستخدم طبعا تجي how much مع الفلوس. how much money do you need كم يعني تحتاج من النقود. هنا عن التملك عندنا car is this whose which يعني على التملك شنو أستخدم whose car is this لمن هذه السيارة. عندي الأخيرة اللي هي هنا اختيار which one is yours من أي واحدة لك. which لو what أكيد راح أستخدم which. الشيء الآخر اللي أريد أقدمه لكم اللي هو الاختصارات. اختصارات وعليها طبعا أمثلة. شوفون هنا he is he's she is she's it is. هنا المفروض I يعني مختصرتها من البداية فراح تكون هذه بالطريقة هاي راح تكون it is تصير it's. شنو حذفنا هاي المجموعة حذفنا الآي. هذه المجموعة حذفنا الآي. they are تصير they are. we are شنو حذفنا الأي. عندنا I have تصير I've. I will تصير I'll. شنو حذفنا المقطع الأول. عندنا I will not شوية تختلف عن مثل المثبت مالتها. شو تصير هنا إضافة O هنا I تنزل طبعا الآي أتي هذه أنا W تنزل بدال الآي نحط O ونحذف L وبعدين أحذف O مالت not فيصير I won't
هنا عندي الاختصارات الأخرى مثلا did not تصير didn't، حذفنا الأو هنا نحذف الأو. do not هنا تصير don't. does not تصير doesn't، كلها شنو حذفنا؟ حذفنا الأو. كيف تجي بالامتحان؟ مالت missing word الكلمة المفقودة، مثلا he is صارت he's، she is تصير she's، I will تصير I'll، I will not تصير I won't، don't أو do not تصير don't، did not أكيد راح تكون didn't. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أتمنى أنه تكون النماذج الأسئلة واضحة وتكونون استفدتوا من عندها. طبعا إلية قناتي أتمنى أنه أول مرة يعني أنه يشترك وتسوون شير ولايك حتى توصل لأكبر عدد ممكن، وحتى توصل لكم الفيديوهات الجديدة. وطبعا أكيد رح أستمر في الشرح وحل الأسئلة. شكرا لإصغائكم and goodbye.